السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. دونك في هذا الفيديو ان شاء الله نشوفو لو تيب بوليان في البي اتش بي. كوبيو هذا الكود، ديرو بوليان دوت بي اتش بي، نحيدو الكود ديالنا اللي كتبنا، وهنا نديرو بوليان، نجي نديرو اكتواليزي. هي بوليان، البوليان هو كيتسمى باينري تايب اولا تيب بينير. علاش نقولو تيب بينير؟ لانه كيقبل جوج ديال الاحتمالات، سواء الزيرو سواء الان. بالنسبه فاش قرينا في لونغاج سي، بالنسبه للبي اتش بي كيقبل كذلك ترو اولا فولس. كنقدروا نجيو نديرو هكذايا بوليان، مثلا بول ا كيساوي لنا ترو، نقدروا نعطيو كاع لا فالور بلا هاد لي بوان، لانه كيعرفها. نلا عطينا لا فالور بدوك لي غيومي سيمبل كوت و دبل كوت، غادي يعتبرها يعتبرو بحال سترينغ. نجيو نديرو فار دامب بول ديرو اكتواليزي. لاحظو عطانا لو تيب بوليان و لا فالور ديالو ترو. الى جينا و ديكلارينا واحد الفاريابل غير هكا ما عطينا حتى فالور، لاحظوا يعني كيعطينا ايرور، كيعطيك لا فالور ديالو نول. دونك لي تيب بوليان كيقدروا ياخذوا، ماشي بالضروره تكتب ترو ولا فولس، كيقدروا ياخذوا واحد مقارنه ولا هكا. مثلا نقدروا نسميو هذه كومباريجن، مثلا نقولوا ليه مثلا خمسة اكبر من ستة. ونجيو هنا نديرو ايكو كومباريجن، في نظركم شنو تكون الريزولطا؟ ايكو نديرو فار دامب، معرفش واش عطاني في ايكو. عطانا تيب بوليان، عطانا فورس، لان خمسة ماشي كبر من ستة. الى قلبناها درنا العكس ايولي ترو، لان فريمون خمسة صغر من ستة. تكون عندنا مثلا كومباريجن، علاش كنزيد ديك الاي كومباريجن تو، فيها مثلا ثلاثة كتساوي مقارنة كنديرها بدوبل تساوي، ماشي تساوي وحدة، تساوي وحدة هي ديال لاساينيومنت، لاساينمنت ولا لاسينيومو كنعطيو لها القيمة لواحد الفاريابل. اما بدو بجوج ديال اللي تساوي يعني كنديرو مقارنة. نفس الشيء var damp comparison، comparison to. الاولى عندنا ترو والثانيه فولس. دابا نجيو لواحد comparison 3، نقولوا ليها comparison and comparison 2. فاش كنقولوا هاد لوبيراتور لوجيك الاند، يعني كيخص هادي تكون صحيحه وهادي تكون صحيحه بجوج بهم، عاد تكون هادي ترو. حنا عندنا الاولى صحيحه ولكن الثانيه غلطه، دونك اوتوماتيكمون
إذا جينا ودرنا var damp ديال comparison 3 غادي يعطينا false. كما كتلاحظوا عيطانا تي بولين ولكن false. ويمكن لك تكتب جو بونس اند ديريكت واش كيقبلها ولا لا. لا ما قبلهاش دونك ماشي بحال لي لونغاج الاخرين. ما عليناش. دابا عندنا الاور. الاور كنديروا بهاد الاعمده هادو كيداروا بالالت جريز والستة بالنسبه اللي عنده كلافي فرونسي. لاحظوا غتعطينا ترو. علاش عطاتنا ترو؟ لان الاور كتحتاج بحال تقول هادي ولا هادي. يعني الا كانت فيهم غير وحده صحيحه فان المقارنه كامله راها صحيحه. وعندنا النوت. النوت هي اللي كتقلب. هنا مثلا عندنا يعني القيمه ترو الا درنا لها علامه تعجب قبل هنايا var damp not comparison يعني بحال كنقلبوها غتولي فولس. دونك هادشي اللي كاين في بالنسبه للتيب بوليان. ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي وغنشوفوا لو تيب الريز اللي هو كيتعتبر من الداتا تايبس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.